وحنا بعد نبشركم بالأخبار الزينة في جمعية البر بالمدينة المنورة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، باقي على إتمام 4,070,000 ما شاء الله تبارك الله. بعد ما كنا نقول 200 وعقب قلنا 100، الحين نقول 70,000 ما شاء الله تبارك الله. عسى الله يجزي المحسنين خير، لا أحد يفوت فرصة الصدقة والتجارة مع الله سبحانه وتعالى. الواحد يدفع من حلاله، يتاجر مع رب العالمين، ودفعت بلن عن وعن والديه وسلامته وسلامة عياله. ولا وش تقول أبو عمر؟ الله يا أبو ديم، أنا أذكر كلمة جميلة لمعالي الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله ومد الله في عمره على الطاعة. يقول الإنسان لابد يكون له رصيدين. نعم. رصيد دنيوي، وهذا كلنا ما شاء الله نودع في البنك، نحرص يكون لنا رصيد في البنوك ينفعنا الوقت الحاجة، الإنسان قد يأتي عليه من الأمور وهذا أمور محمودة. لكن أيضا يكون لك رصيد أخروي، لابد أنك ترفع للرصيد الأخروي ما تلقاه يوم القيامة فتسعد به. ودائما الإنفاق ومجالات الإنفاق الحقيقة هي بركة، هي حفظ للنعمة اللي أنت فيها. يعني تجد بعض الناس ما شاء الله الله فتح عليه في صحته وأولاده، ويعني ما يعيش فيه من رغد العيش، طيب كيف تحافظ على هذه اللي أنت فيها من الخير؟ أيضا ادفع صدقة، هذه الصدقة تكون لك بركة في عافيتك، صحتك، صحة أولادك، عافية مريضك. يعني هذه أبواب خير والحمد لله، يعني دعوة ملك نتلقاها في كل يوم، اللهم أعطي منفقا خلفا. فأقول أنا يعني 70,000 هذه إن شاء الله نفرح بنهايتها يعني وتغطيتها مع نهاية هذا البرنامج المبارك، أو أقصد هذه الحلقة اليوم، أن نطمع الحقيقة في أن نتحرك في مثل هذا الخير الذي يفتح لنا. الله يجزاك خير أبو عمر. وطريقة التبرع سهلة، حنا عندنا مقطع يوضح طريقة التبرع بالمتجر الإلكتروني، خلونا نشوفه ونرجع معكم عاد مع أبو نايف وناخذ منها عنها الوقفة المبارك بإذن الله. الآن وعبر متجر جمعية البر بالمدينة المنورة يمكنك المشاركة في وقف الصدقة الجارية داخل حدود الحرم المدني. اكتب في محرك البحث جوجل متجر جمعية البر بالمدينة المنورة أو امسح الباركود التالي، ادخل إلى أيقونة وقف الصدقة الجارية، اختر الكمية والقيمة التي ترغب بالتبرع بها، ثم اضغط على إضافة إلى السلة وأتمم الطلب، اختر تسجيل الدخول بالوسيلة المناسبة لك، اكتب رقم جوالك ثم اكتب كود التفعيل، اختر الوسيلة المناسبة للدفع ثم أكد الدفع. ولتتمكن من الدفع بواسطة أبل باي يجب عليك استخدام متصفح سفاري أو نسخ الرابط أعلى. صدقة يبقى أثرها وينمو أجرها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.